الله لا يوفقه ابو غالب، صلي من اول الشهر عم صومه بدون سحور، ويا بلحق شربة مي يا ما بلحقها، جعبالي بس شوفه اعمل له بدال. لا تحكي معه شيء، شغلي مو محرشة، الشهر قرب يخلص، كل عام انت بخير. انت بخير عمي بخير. شباب ولا شيء وي. شباب عصام عصام قوم ابي قوم ابي الله يرضى عليك قوم قوم ساعدني ساعدني برزق ايدك معي بالشغله. ابي ابي خير يا ابي شو عصام؟ تعالي 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 يا رب تعالي تعالي هذا وعي هذا وعي شد حيلك ابي الله يرضى عليك شد حيلك عصام عصام خير خير ان شاء الله خير. لك شو في يا ابو منصور؟ عصام دايخ من الجوع، ابو غالب ما عم يفيهم على السحور من اول الشهر. الله يلعن اللهم اني صايم، استغفر الله العظيم. خير ابو مرزوق شو في؟ ابن حماك عصام. شو بو؟ روح عندي ابي روح سكر الدكان. قلت لكم خلونا نعمل له قتله، ما رضيتوا، شوف شو صار بعصام يا ابي شوف. روح هلا روح. أمرك. تفضل يا ابي. تعي يا ابي تعي الله يرضى عليك. لا الحمد لله، زال البأس، راحت سخونة يا ابي راحت سخونة. الحمد لله يا رب. الله يعافيك يا اخي. شربتوا شيء ابي؟ ما رضى يشرب يا ابي وكب الكاسه، قال بده يضل صايم. هذا هو عصام الله يرضى عليه، من يوم يومه، وقت ما كان عمره 7 سنين ما كان يفطر ولا يقوم. اي والله. يلا ابي يلا، ما ضايع الا يد المغرب، الله يرضى عليك، اذا لا نقوم وشوفي جميله شو عم تساوي بالمطبخ، يلا شرفت. يلا يا ابي. وحياة عينك لأسلخلك يا قتل قياما وقعودا. مينو هذا أخي؟ مينو هذا؟ أبو غالب الزفت. اي والله أبو غالب أبو غالب. رجعنا من داخل رجعنا. لك ايه ايه يا فتاح يا عليم يا رز جاي جاي صلعتني جاي. لك شبك عم تشبت وتلبت عم تدق على الباب كأنه باب بستان. لا والله عم دق على باب واحد فلتان. لشو هالكلام طالع نازل؟ ما تقول صباح الخير عند الصباح. الله لا يصلحك بالخير وان شاء الله ما بتشوفه، قول امين. لا انا ما بعرفك هيك ازعى. انا وين من عند الصباح؟ لكن شو بتعرفني درويش واجدب؟ هيك شي انا اجدب ولا؟ هلا قل لي شو بدك؟ جاي ارمي صباح العكر عليك وعكرك معي. شو رأيك خلي صباحك زبالة مثل شوفتها؟ لا يا سعيد خليك آدمي واحكي مع الدا، ليش بدك تعكرني؟ لأنه صار الأيام معكر منك، بعدين ما عاد أقدر أتحمل، ما عاد أقدر أسكت. وأنا شو دخلني إذا أنت بتحب تعكر حالك؟ لأني ما عم شوفك على سحور، ولا عم بسمع صوتك الحنون. غريبة، ليش ما عم تسمعني؟ مع أني كل يوم عم ممرق بالحارة وفيقها كلياتها وعم بصرحها بصوتي وصوت الطبلة تبعي. إيه بس أنا سمعت قيل وما في إلا بدق الباب تبعي، ليش ما عم تدق الباب علي؟ لك فهمني ليش؟ شو مساوي لك؟ في سبب احكي. مرأة وما في شي بيستاهل وما رح دق عليك الباب وورجيني شو بدك تساوي. لا يا وصرت تعرف تحكي كمان أبو غالب، وعك تفكر حالك كبرتها لساتك مثل ما انت بنظري. فهمت شو قصدي؟ شو جاي تخانقني بنص حادي؟ يلا روح من هون ترمي احسن ما تساويك شقف وندفع. ولك عم تدفش لك ابو غالب؟ لانك ما عاد استحيت على حالك وكلمه تانية رح ليخك. ها انت بدك تليخني؟ بليخك وبليخ اللي اكبر منك كمان. انت بدك تليخني يا ابو غالب؟ واقف عندك ها والله إذا بتقرب علي لأشكيك لأبو جودات. لك عليك وعلى أبو جودات وعلى اللي ساعده وعلى نوري. فهم يا رجال تعال هون تعال هون لسه ما فشيت خليلي. وتكامشوا صار الضرب بيناتهم وأبو سليم طربشت وشه لأبو غالي. شك 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 شو قصة أبو غالي؟ هذيك المرة أبو بشير تهجم عليه وضربه
وهالمرة سعيد. لك ليكون عملوا شي ناقصة بالحارة ومخبية علينا. علمي علمك عقيد. وينه هلا ابو غالي؟ طالع عند ابو جودات مشان يشتكي على ابو سليم. اوف، لك شو هالقصة؟ شو نساوي سيدي؟ اتركه اتركه هلا لنشوف شو نهايتها. انا ما بدي اتدخل. بأمرك. وهذا اللي صار سيدي. تحرك تجي لشوف. انا ماشي لحالي لا تدفني. شو يا ولا لا تحرك. شو القصة جارين؟ انا برأيي شوف ابو غالي ابي عصام الله يحن عليك. ايش كان شايف حالك مالك حسنان تفز على الشغل؟ عود رخي بدان. لا لا يا ابي ما فيني البلا الحمد لله وبقدر اروح على الدكان. بالله لا تروح لك اخي. لا اختي انا ما بحب قعدة البيت. يلا ما عليك شو شاري. الله يحل عليك. ابي معتز الله يرضى عليك. سويني تفتح الدكان انا لحالي. مشي يا ابي مشي. يا اخي يا عصام شو على بالك تاكل اليوم؟ انت شو على بالي؟ انا عامل حسابي اعمل لك مقلوبه. مقلوبه مقلوبه انت شو ما بتطبخي بركه من ايديك. يا الهي خلي لنا اياك يا رب. بس كثري اللحمات ها؟ ايه مو على عيني وراسي. لك 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 شو عم تحكي انت لك ابي؟ ايه والله يا ابي وعلى حقتله مرتبه. يا الله يسلم ايديه. خلصنا بقى انت يا الله ارضى عليكم. لا بدنا حدا يقتلنا لك ابي ولا بدنا نقتل حدا نحن. بس ابي بده اياها. والله لو ما كان قتله اليوم سعيد كنت قدحته اياها انا بنص الحاره. بدي اياها من زمان يا ابي. خلصت بقى انت وياه. العمل سير العمل. كان ناقصنا نحن عي وقالوا قلنا بالحاره. لازم افكر هلا الطريقه طلعت فيها صاركم من مشكله بالمحفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دريتوا شو صار بسعيد؟ درينا سيدي. لفندي متعالي مع ابو غالب. ايه بس شغلته بسيطه. وهلا ابو قاسم بيطالعوا. خالي؟ ايه. ليش ابو قاسم راح المخفر؟ من ساعه اللي دري الله يخلي لنا اياه. سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا عمي وحاتم. شو بدنا نعمل يا ابي؟ شو بدنا نعمل لك ابي؟ بدنا نستنى نشوف خالك شو بيطلع معه. لا والله يا سيدي ما بيهون علينا نسمع هيك حكي عن صارنا ولا بسمع لحدا يسب الحكومة. بدك تأجرنا. ما فينا نطالع لحتى نحاوله على التحقيق. طيب سيدي ما بتقدروا تمرقوها هالمرة كرمالي. لك شو كرمالك ما كرمالك أبو قاسم؟ شو الشغلة هيك؟ سعيد عمل شغلة كبيرة كتير. سعيد سب الحكومة يا رجل شبك. إيه بس والله ماله بالعادة. سامحوا هالمرة سيدي. لك شو سامحوا ما سامحوا يا أبو قاسم؟ إيه؟ لك المصاري كانوا هون وين راحوا؟ اللهم اخزيك يا شيطان. طيب شو نساوي سيدي؟ لك يا أب قاسم هاي الشغلة كبيرة كتير ما حدا بيحكي فيها أبدا. أخي بس ينتهى التحقيق مع سعيد نحن منشوف. يا أما منسامحه يا أما منشنقه هو اللي عم يتشفع له. يا لطيف كل هالقد شغلته كبيرة؟ لكن بلا كبيرة كتير كبيرة كتير أب قاسم. ما عم تفهم أنت؟ فهمت سيدي فهمت. أنا ما بقى أتدخل فيها منوب. خليني بعيد عن هالشغلة. السلام عليكم. قال فهمها. لك يخرب بيتك شو مخك سميك. ما في غير بعمل له هيك بعمل له هيك بعمل له هيك. لك لو حمار كان فهم. فوت انت ويا لعن سيدي ابو جودة. استنى انت بالدور. شريف صدر عصام شريف. مرحبا ابو جودة. اهلين. مرحبا سيدي. اهلين 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 وسهلين بنور العين. اهلين بكبير الحارة. اهلين بزينة رجال. اهلين سد عصام. اهلين فيكم سيدنا. شو سد عصام شو جايب معاه؟ هدول فطور لسعيد وللشباب. إيه بس يعني شايف اللحمة ما لها مشوية. شو سعيد بياكلها نية؟ قلت لحالي بيطبخهم على كيفه بالحبس. إيه طيب حطهم على الطاولة وريح إيديك سد عصام. إن شاء الله صحتين وهنا. إيدك معي صغري. على قلبك سد عصام. شو جايب معك بالصفلطة؟ جدرة. الله لا يقشعك خير. ليش بقى؟ هلأ بتشوف شو بده يصير بأبو غالي. وانت شو جايب لصديقك أبو غالي؟ جايب له مجدرة بالزيت البلدي الحرستاني ومخلل اللفت مع فليف لحدي وثلاث بصلات فحلين من اللي بيحبهم قلبك. بالله والله. بعدين مجدرة على كيف كيفك سيدي. مجدرة لكان روح قلبه والأكلة خصوصي مع المخلل. يخرب بيتك. ولا انتو ما بتطبخوا لحام؟ معقول هذا الحكي؟ لك شوف شوف السد عصام شو جايب. فخدت لحمة بحالة وعلب ملانة. شوف طص صحيح يا سد عصام شو فيها العلب هاي كلها؟ ما فيها شي سيدنا ما فيها شي. شوية برازي على شوية معمول كنافة قطايف عصافير بس
أنا هلأ اشتلات إنه الحق على أبو غالب ولا؟ ليه ما عم تفيوا على السحور أستاذ سعيد؟ أنت واحد ضلالي ونواقصي. والله سامحه سيدي سامحه. سوري سعيد سامحه ما بده منه شيء وبيسلم عليك أبي بيقول لك سامحه خطي رجال معتر. ماشي سيد عصام. أنت غالي علي كتير كتير. أنت والسيد الوالد. وبصراحة لولا هيك لخليه تخبل حبوس هذا المشكلجي. شفت شو ساويت المجدرة تبعك؟ ولا بغالب؟ نعم سيدي نعم. هالمرة رحت بشفاعة السيد عصام. بس مرة تانية إذا بتعيدها قسما عظما ما مطالعك من هون إلا فلقة. أمرك سيدي أمرك. الله محيي الحكومة سيدي. شكرا. شوف سعيد اعتبارا من هالليلة إذا ما فيأك هالضلالي على السحور بتخبرني لحتى أعمل له بدل ما ينسى بحياته. الله خلينا الحكومة وديما فوق راسنا. وهلا سيدي خلينا نمشي قرب يضرب المدفع. الله معكم برعاية الله وإن شاء الله صيام مقبول. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. الله معكم مع السلامة. سلمونا على الوالد. وابرك خود مجدرتك معك لأنه صديقك أبو غالب بحبه كتير وخصوصي مع فحلين بصر وزيت حرس تاني ومخلل. شيله وروح مخلتي تويا تحرك. الله لا محرزة. مع السلامة يا أبو حاتم. أهلا وسهلا خالي. شو وين أمك؟ جوا بالمطبخ. ها أم زكي أهلين وسهلين. بقامتك تقبريني. تفضلي تفضلي. يلا ساوينا قهوة جميلة. ساوينا قهوة جميلة. إذا مشان العرس نحن على موعدنا. ها لا يوم مو مشان العرس بس أنا اشتقت لك جاي أشوفك. يا ميت أهلا وسهلا. بقامتك تقبريني. شلونك بوران؟ الحمد لله. وشلون الصغار؟ ببوسوا إيدك. وإنتي ليش ما عم تطلي علينا؟ والله بدي إجي بس بتعرفي الدنيا كلها مشاغل. فطراني خالي؟ أي ما بدي لبكون يبعت لي حمى. لا أيوه شو هالحكي؟ أمي يا مدلال عملي لك كسر صفرة لخالتك أمزكي أوام. إيه على عيني. والله لأصل لك لسانك يا فريال أنا بورجك. مدينة أبل ملوكي والله أعلم ليش دخلوكي مع إنه حبة حبة نقوكي وبالناس سلاوكي وبالشاش كمروكي يا عزيز ألف ليرة أملي. شو بنا أبو مرزوم؟ ما طولت ألبان الوش تبعها؟ تركني بحالي. بدي أعرف شو بك أخي. ما بني شيء. والله مو حلوة ألبان وشك هيك. افردها بقى سمعنا صوتها. أبو غالي طعميني بلينا ما شبعت. إيه إن شاء الله البلينا اللي تاخد أمنا. قوم قوم حل عنا قوم. الله لا يسامحك يا أبو غالب. الله لا يسامحك. يعني أنا طلعت كذابة بنظرك؟ كذابة وستين كذابة. أنا ما عاد صدقك ولا بكلمة. لك روحي تضربي أنت واللي بيجي لعندي. ما لقيتي غير سعاد خانم تحكي عليها؟ قال شو جوزها مطلقها. إن شاء الله هذا لسانك يبليه بفرمه إلهي فرم فرم. يا ستي بكرة بتشوفي بعينك. شو بدي شوف إنك كذابة؟ ومالي كذابة وسعاد مطلقة. لك حاجة تقوليها حاجة تقوليها تنقال قوالك وتنطفخ أخبارك. هلا كنت عندها وما شفت شي. ما أحلاهن ويورجوكي. ما هن قاعدين وسادين حلقهم متكتمين على الخبر مشان الفضيحة يا بعدي. فريال فريال لا تخيليني. لك من غير شي أنا مخيولة. بكرة بتسمعي من الجيران وساعتها غصب عن راسك بدك تصدقيني. ايه سدي حلقك سدي حلقك. تضربي انت وهالجيران يلي بدهم يقولوا على سعاد خانم ست الحاران وجوزها مطلقها. يو تضربي انت وسعاد. والله لورجي الحارة عليك يا سعاد. والله